تكريم أبطال المنتخب القومي لمتحدي الإعاقة في الألعاب البارالمبية، بالإضافة لتكريم متطوعي مبادرة بينا من الفريق الذهبي لأبناء وزارة التضامن الاجتماعي والتي جاءت إنجازاتهم تتويجا لمبادرة بينا. صفتي أن أنا أوصل لزمايلي اللي قاعدين في البيوت وبطل من زمان الأبطال اللي هم قاعدين في بيوتهم المعاقين ذو الهمم، يخرجوا يمارسوا رياضة، يمارسوا نشاط، يدعموا بلدهم، يرفعوا اسم بلدهم، يعني يرفعوا علم بلدهم. النهارده طبعا التدعيم بتاعنا مع سياده الوزيره وسياده الرئيس وسياده الوزير اشرف صبحي، ده حاجه بتدعمنا ان احنا برضو نكمل في الرياضه بتاعتنا. مبادره بينا هي مبادره تطوعيه بنهدف ان احنا نحسن جوده الخدمات المقدمه داخل دور الرعايه عن طريق المتطوعين. جات لنا فكره ان الاولاد الكبار حابين ان هم يفرغوا طاقتهم معانا ويستغلوا وقتهم، فبدانا نكون منهم فريق ذهبي، عرفناهم عن اهميه التطوع وازاي يقدر يكون متطوع فعال، وفكرنا فيهم فريق الذهبي اللي هو احنا النهارده كلنا في استضافته. والفريق الذهبي قرر بعد ما نفذ مجموعه من الانشطه التطوعيه ان هو يستقبل فريقنا من الابطال اللي مسافرين طوكيو شهر 7 الجاي ان شاء الله في البطوله. بينا كيان كبير جدا، والحمد لله قدرنا نوصل لعدد كبير من الاولاد في دور الرعايه، قدرنا ان احنا نعلمهم ويشتغلوا على ازاي ان هم يتعاملوا مع الكمبيوتر. دعم استراتيجيه وزاره التضامن الاجتماعي لدعم مفهوم مبادره بينا هي من اهم الاهداف من اجل ترسيخ مفهوم القضاء على كل صور الانتهاكات وتطوير جوده الخدمات المقدمه في مؤسسات الرعايه الاجتماعيه وتشجيع المواطنين على التطوع من اجل دعمها. اللقاء كان بموضوع التطوع وتشجيع التطوع، وكنا الحقيقة بنشد على أيادي ولادنا من مبادرة بينا اللي هم بيقدموا كل الدعم الحقيقة لمؤسسات الرعاية. جبنا نماذج بس عشان نوري للشعب المصري إزاي إن الإعاقة ما هياش عائق لأي رياضة. هي نماذج تحدت الصعاب لتعريف المجتمع بهم وقدراتهم على التحدي، بالإضافة لتقديم الدعم النفسي للأبطال قبل سفرهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو يوليو عام 2021، ولحثهم على الحصول على ميداليات تحقق المجد. من مصر، ياسمين جبريل.